شروط التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي 2023. أعلنت هيئة النيابة الإدارية مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2023. وأعلنت الهيئة تسجيل طلبات التعيين إلكترونياً خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر الجاري، وتسحب الطلبات وتقدم خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية في مدينة السادس من أكتوبر بميدان النجدة. وحددت النيابة الإدارية شرطين أساسيين لضمان قبول التسجيل من قبل المتقدمين لمسابقة معاون نيابة إدارية دفعة 2023 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك لكل جامعة من الجامعات على مستوى الجمهورية على حدة. أما عن شروط التعيين، حددت الهيئة الشروط التالية: يراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني واتباع الإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة. لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد ميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة. يتم التقديم عن طريق تقديم المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني في الفترة من 11 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر 2023 بمقر الهيئة بميدان النجدة في مدينة السادس من أكتوبر. يبدأ تقديم الطلبات في تمام الساعة 9 صباحا وينتهي في تمام الساعة 2:30 عصرا في فترة أيام تقديم الطلبات. كما وضعت النيابة الإدارية مجموعة من الشروط في المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية، وأبرزها ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن جيد، وألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة ميلادية، وأن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز الاختبارات وإثبات لياقته الصحية بالفحوصات الطبية. ونذكركم مرة أخرى، أعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2023، حيث يتم التسجيل الإلكتروني على الموقع الإلكتروني خلال الفترة من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 المقبل، ويتم إدخال طلبات التقديم بشكل صحيح ودقيق، بالإضافة إلى طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية، شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة.